طيب ده فيما يتعلق بحته شريف اكرامي. خبر مجلس الاداره خبر مهم جدا بالنسبه لي وخبر بيتعلق بالمجلس، وهو اخر خبر ومعلومه هختم معاكم او مع حضراتكم بيها في فقره ترند الترند، وهي بتتعلق باجتماع لمجلس اداره النادي الاهلي هيكون يوم الاربعاء القادم، والاجتماع ده هيكون في مقر النادي الاهلي في مدينه نصر، وهيتم مناقشه فيه بعض الامور الهامه جدا اللي بتهم النادي الاهلي. وبعد الاجتماع ده هيتم الاعلان او هيتم الاستقرار على الإعلان عن بعض الافتتاحات الجديدة في ظل أو في مشوار تطوير بعض الجوانب الإنشائية داخل النادي الأهلي، وأمور كلها مهمة في الحقيقة بيشتغل عليها مجلس إدارة النادي الأهلي. أبرز هذه الأمور اللي هيتم افتتاحها بعد اجتماع يوم الأربعاء بإذن الله تعالى، وهو فيما يتعلق بفرع الأكاديميات النادي الأهلي بمدينة نصر وتطوراته الإنشائية اللي اتجددت فيها، وكمان البوابة الخلفية بمقر النادي الأهلي بمدينة نصر. حضراتكم زي ما أنتم شايفين كده، دي البوابة الأمامية لمقر النادي بمدينة نصر، البوابة الخلفية كان بيتعمل فيها بعض الإصلاحات، هتشوفوها منظر أكثر من رائع بإذن الله تعالى بعد ما يعلن النادي الأهلي إن شاء الله يوم الأربعاء القادم بعد اجتماعه اللي هيكون في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. طيب دي